أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. موقع عربي 21، نقرأ ما لا بدأت مأساة الاختفاء القسري مع الانطلاق رحلات الهروب الجماعي للعوائل من محرقة الأنبار. وكانت البداية حينما عزل مئات الرجال عن عوائلهم بحجة التدقيق الأمني لساعات معدودة، ومن يومها اختفى أثرهم جميعا، ولاحقا بحثت عوائلهم عنهم بكل السبل القانونية والرسمية وغير الرسمية، لكنهم وصلوا إلى طريق مسدود، ومع ذلك تشبثوا بالأمل والحلم لعلهم يجدون خيطا يقودهم لذويهم المغيبين. والمتابعون للشأن العراقي شاهدوا بين عامي 2014 و2016 عشرات المقاطع المصورة التي تظهر أفراد مجموعات مسلحة مدنية تعتقل الرجال النازحين وبوجوه مكشوفة ومعلومة، ويمكن التعرف عليهم والتحقيق معهم لمعرفة مصير المعتقلين. يقول الكاتب: كان يفترض أن تكون هناك ضجة أنبارية كبيرة مواكبة لتصريحات حلبوسي النارية. غالبية المسؤولين المدنيين والعسكريين يعرفون الميليشيات التي نفذت جرائم الاختطاف، لكن لا أحد يجرؤ على تحريك هذا الملف ضدها. وقد أكد الحلبوسي ضرورة تعويض الأهالي ماليا، وكأننا نتحدث عن بساتين محروقة وبيوت مهدمة وسيارات محطمة، وكأن القضية لا تتعلق بمواطنين لهم كيانهم وعوائلهم وأحلامهم وأمنياتهم. ثم كيف أصبحوا فجأة في عداد الموتى؟ فمن الذي قتلهم؟ والشهادات المتواترة من عوائلهم تؤكد أنهم اعتقلوا بمناطق بزيبز وغيرها وعلى مرأى ومسمع من عوائلهم للتدقيق الأمني، ويفترض خلال ساعات أن يلتحقوا بذويهم. فأين قتلوا وكيف قتلوا؟ ومن الذي أعطى أوامر القتل وغيرها من الجوانب التحقيقية التي ستقود حتما لمعرفة الجنات؟ نذهب إلى صحيفة المدى، ووجدنا فيها مقالا للكاتب علي حسين حول الفساد الحكومي. يقول فيه: ماذا يعني الفشل خلال 19 سنة الماضية؟ لماذا يريدون منا أن نمنحهم 19 عاما جديدة؟ ولكن يا سادة يا كرام، لماذا دائما على الناس أن تتحمل وتصبر؟ وهل هناك صبر أكثر في بلاد تعد من أغنى البلدان لكنها اليوم على قائمة الدول الأكثر خرابا؟ للأسف إن الآفة التي أصيب بها العراق هي الشطار والقافزون على الحبال بمنتهى الخفة، ومشكلة هؤلاء أنهم يعتقدون أن الناس فقدت ذاكرتها ونسيت ماذا كان يفعل هؤلاء قبل سنوات. نجد من يسخر من احتجاجات الشباب ويصر على أن العراقيين يعيشون أعلى مراحل الديمقراطية، وأن عليهم أن يرضوا بما مقسوم لهم من ساسة شطار، ولا يورطوا أنفسهم في الاحتجاج والثورة على الأوضاع. ولا تزال الأحزاب المسيطرة على البلاد تقول للشعب: الصبر جميل. أنا من جانبي أصاب بحيرة كلما أسمع سياسيا يطالب الشعب بالصبر، وأتذكر سيدة الغناء وهي تشدو: إنما للصبر حدود. لكن هذا الصبر يصيبني بالحيرة وأنا أقرأ في الأخبار أن النائبة حنان الفتلاوي ترأست لجنة تقصي حقائق سرقة الأمانات الضريبية في أيام الخراب، يعتقد البعض أنهم منقذو البلاد، بينما المواطن يتذكر بحسرة ما فقدته البلاد من مئات المليارات عندما كانت حنان الفتلاوي جزءاً من المنظومة الحكومية. وكانت الناس تسأل: ماذا حدث لمداخيل النفط؟ وماذا صرف منها على الشعب؟ وماذا نهب وهرب خارج البلاد؟ في ذلك الوقت كان صوت الفتلاوي يصدح بأناشيد النصر والإنجازات الوهمية. تحت عنوان: التونسيون ينتخبون برلمانا بدون صلاحيات حقيقية، قالت مجلة جون أفريك الفرنسية إن البرلمان الجديد الذي سينتخبه التونسيون
يعد الهيكل المبنى الأخير في النظام الرئاسي المفرط الذي وضعه الرئيس قيس سعيد أن المطلوب رغم كل العيوب والنواقص في هذه الانتخابات التي قاطعتها جميع الأحزاب السياسية تقريبا وفي مقدمتها حزب النهضة هو زيادة شرعية رئيس الدولة. وتابعت جون أفريك القول إن المشاركة هي إحدى التحديات في هذه الانتخابات، حيث يتوقع أن تكون منخفضة للغاية في وقت ينكب اهتمام التونسيين فيه على مشاكل قوتهم اليومي في ظل النقص المتكرر في الحليب أو الأرز أو السكر والتضخم الذي يقترب من 10%، حيث يغرق البلد المثقل بالديون في أزمة تفاقمت بسبب كوفيد والحرب في أوكرانيا. إذا كان هذا المجلس الذي جرى حله في شهر مارس مركزاً للسلطة بصلاحيات واسعة، فسيجري منح المجلس الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية في نهاية الجولة الثانية المقررة بين شهري فبراير ومارس المقبلين سلطات محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي تبناه الرئيس هذا الصيف خلال استفتاء تميز بامتناع واسع النطاق من نحو 70%. وتنقل جون أفريك عن المحلل السياسي حمادي الرديسي قوله: الهدف هو تحقيق أجندة جرى وضعها بعد الانقلاب مباشرة من قبل الرئيس قيس سعيد واستكمال العملية التي بدأت في 25 من يوليو، وشدد على أن هذا البرلمان لن يتمتع بصلاحيات كثيرة لأنه لن يكون قادراً على تنصيب الحكومة ولا حجب الثقة، وشروط تحقيق ذلك مستحيلة عملياً. نشر موقع The Intercept تقريراً أعدته السيبري قالت فيه إن إدارة جو بايدن تمضي قدماً في خطة إدارة دونالد ترامب السابقة لبناء السفارة الأمريكية في القدس على أرض فلسطينية مسروقة، وأشارت إلى أن اعتراضات أصحاب الأرض الحقيقيين ومن ضمنهم مواطنون أمريكيون لم يستمع إليها. وبعد 5 أعوام من كسر دونالد ترامب السياسة الأمريكية والإجماع الدولي بشأن القدس واعترافه بالمدينة كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، تمضي إدارة بايدن قدماً من بناء مجمع دائم للسفارة في القدس وأن تبني أمريكا سفارتها على أراض مسروقة سيكون ضربة أخرى لشرعية أمريكا المتراجعة في المنطقة. سيجعل بناء السفارة الولايات المتحدة لاعباً ناشطاً في عمليات المصادرة، ذلك أن المجمع المخطط بناؤه سيجري على أراض فلسطينية مصادرة والتي لا يزال أحفاد المالكين الأصليين بمن فيهم عدد من المواطنين الأمريكيين يطالبون بها. وقالت سهاد بشارة مديرة مركز حقوق الإنسان عدالة: لا يزال أحفاد ملاك الأراضي أصحاب الحق في هذه الممتلكات بناء على القانون الدولي، مضيفة: من خلال المضي بالخطة لبناء السفارة في موقع ألينبي تسهم الولايات المتحدة وبنشاط في عمليات مصادرة هذه الأراضي والتعدي على حقوق المواطنين. وبحسب خطة قدمت بها وزارة الخارجية الأمريكية للسلطات الإسرائيلية يمكن بناء المجمع الدبلوماسي على منطقة عشبية تعرف بثكنات ألينبي على اسم القائد العسكري البريطاني الذي استأجرها من العائلات الفلسطينية وهي مسجلة في دولة إسرائيل وأجرتها للولايات المتحدة بعد مصادرتها من مالكيها الفلسطينيين بناء على قانون أملاك الغائبين الصادر عام 1950، وهو القانون الذي انتقد بشكل واسع وسمح لإسرائيل بأن تزعم ملكية أراضي عائلات فلسطينية مهجرة. قالت مجلة إيكونومست إن نجاح المنتخب المغربي في مباريات كأس العالم أعاد النقاش حول الهوية العربية، وفي تقرير تحت عنوان عن الأسود والكبرياء تحدثت عن التغيرات في المواقف العربية من المغرب وقد بات اليوم بطلاً في كل المنطقة وترى أن الرمزية هي أكبر من لعبة كرة القدم، وما لم يكن متوقعاً هو فوز المغرب في مجموعته
حيث إن الفريق فاز في 4 من 5 مباريات بما فيها الانتصارات المدهشة ضد البرتغال وإسبانيا لكي يصل إلى مرحلة نصف النهائي. وأشارت المجلة إلى أن مواجهة أسود الأطلس للمنتخب الفرنسي كأول فريق عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال إنجاز أدى إلى احتفالات صاخبة في العالم العربي وأفريقيا وبين المهاجرين في أوروبا. للتأكيد، فالمغرب هو عضو في الجامعة العربية ولغته الرسمية هي العربية، وأسهمت ثقافته في معظم العالم العربي، ويعرف الكثير من المغاربة أنفسهم بالعرب، إلا أن انتصارهم جرى الاحتفال به في كل أنحاء المنطقة. إن القومية العربية التي ظهرت بعد قرون من الحكم العثماني والأوروبي متجذرة بالسياسة، وظهر جزء منها في الملعب. وفرد الفريق المغربي بعد فوزه على إسبانيا العلم الفلسطيني، وكانت اللفتة محل ترحيب في كل أنحاء العالم العربي الذين لا يزالون ينظرون إلى احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية على أنه ظلم. وكان يأمل المشجعون الإسرائيليون في تغير المزاج العربي بعد توقيع المغرب والبحرين والإمارات والسودان اتفاقيات تطبيع عام 2020، لكنهم لقوا استقبالاً بارداً واكتشفوا حقيقة اهتمام الشارع العربي والمواطنين العرب بمأساة الفلسطينيين حتى وإن كان حكامهم لا يهتمون. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشربه. وقف التصوير. نتابع الآن بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم. في ستينيات القرن الماضي كان المسرح اللبناني العالمي البيكاديلي منارة للفن وعصبا للثقافة في أيام الزمن الجميل في بلد أنهكته الحروب والأزمات الاقتصادية. ما يزال هذا المسرح محفورا في ذاكرة اللبنانيين الذين يأملون في إعادة الاعتبار إلى قيمة وذاكرة ورمزية ثقافية فنية اشتهرت بها بيروت التي لقبها البعض بسيدة العواصم. هذا الصرح الموجود في شارع الحمرة الشهير غربي بيروت يتردده يوميا كل من يقصد ذلك الشارع، وتزيد مساحة المسرح عن 2000 متر مربع، وتتسع قاعته إلى حوالي 800 شخص. وتميزت بمقاعدها المخملية الحمراء
وزينت جدرانه صور لكبار الفنانين. المسرح المتروك لمصيره منذ عام 2000، قال الشاعر والكاتب المسرحي بول شاو إنه كان من أهم المسارح وأفضلها من ناحية العمارة والتصميم والتقنيات في ذلك الحين. عرض التركي محمد علي أوزوك أكثر من 3000 قطعة حجرية معظمها شبه كريمة في غرفة خاصة بحديقة منزله في ولاية قيصر وسط البلاد. ويقيم أوزوك الذي يبلغ من العمر 70 عاما في قرية بير أحمد، وهو أسطة بناء سابق يهوى جمع الأحجار الطبيعية. وقال إنه جمع أكثر من 3000 حجر كريم ومن 60 نوعا. نتابع الآن الفيديو الذي اخترناه لكم من مواقع صحف اليوم. لها اسم آخر على غرار ما يوتا وماهوري، دينها الرسمي الإسلام، تنهشها العصابات المسلحة وقطاع الطرق. جزيرة مايوت، ماذا تعرف عنها؟ جزيرة مسلمة. في القديم كان العرب يطلقون عليها اسم جزيرة الموت لوجود الشعب المرجانية التي تحيط بها، والتي كانت تحطم السفن التي تقترب من شواطئها. ليأخذ المستعمر الفرنسي هذه التسمية عام 1841 وتصبح ماريوت اقتباساً منهم لاسمها العربي لأقدم الجزر الرئيسية في أرخبيل جزر القمر، والتي تبلغ مساحتها 374 كيلومتراً مربعاً وعاصمتها داودزي. هذه المستعمرة الفرنسية الواقعة بالمحيط الهادي إلى يومنا هذا أغلبية سكانها من المسلمين، والذين يمثلون 97% من مجموع 210,000 نسمة، وهم خليط من العرب والأفارقة والملاغاسيين. لكن تبقى المفارقة العجيبة لهذا الشعب هو رفض أغلبيته الاستقلال لمرتين، الأولى عام 1976 باستفتاء شعبي صوت فيه 65% منه لصالح البقاء تحت حكم فرنسا، والثانية عام 2011 بذات الطريقة التي مهدت لمايوت رسمياً أن تصبح المقاطعة الفرنسية رقم 101، وتحظى باعتراف الاتحاد الأوروبي عام 2014 رغم الرفض الأممي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي الذي يعتبرها إلى اليوم أراضي محتلة من قوة أجنبية. استعمار فرنسي. ربما موافقة أغلبية السكان على حكم فرنسا لهم كان وراءها آمالهم الكبيرة في أن يصبحوا مواطنين فرنسيين لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها ساكن باريس وباقي مدنها. لكن شتان بين المأمول والواقع في جزيرة تعد من أفقر المقاطعات الفرنسية وسط أرقام بطالة مستفحلة وغياب فرص العمل، ساهمت في انتشار عصابات النهب المسلحة في ظل غياب الأمن والاستقرار وارتفاع نسب المهاجرين غير الشرعيين الطامعين في جنسية فرنسية ليلقوا حتفهم إما بالموت أو بالترحيل
من جزيرة تصفها التقارير بأنها مستعمرة فرنسية تعمل سلطاتها على إضعافها اقتصادياً وسياسياً وأمنياً لإجهاض حقها في تقرير مصيرها وإبقاء قبضتها عليها. في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات مشاهدينا وإلى اللقاء.